طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا مضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه. وهذه المسابقة جهود يعني جبارة وعظيمة، نسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجه الله الكريم. وهذه المسابقة جهود يعني جبارة وعظيمة، نسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجه الله الكريم. أيها الحضور، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا. حضورنا الكريم، نسعد وإياكم هذه الليلة برعاية وتكريم الفائزين من حفظة كتاب القرآن الكريم. وكأن نحن في واحة نأتي نمشي ولا يخطو على بنا أين خوف. هذا هو الاستقرار، لم يأتي من فراغ، إنما ما هو بجهود مباركة من خادم الحرمين الشريفين. أحث جميع ولاة الأمر على حث أبنائهم للتسجيل بهذه المسابقة والتي تعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم.